ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ الثالثة متوسط، اليوم جبت لكم امتحان مقترح. حنا قلنا نهضروا على الشخصيات، راح نقراو على شخصية، نحلوا التمارين، وكذلك راح نكتبوا في الأخير عن شخصية. لذلك تابعوني. ملخص الدروس حطيت لكم، اللي يحب يعاود الساعة الدروس ومن بعد يتبع معنا حل هذا يتبع معنا. عبد الله محمد ابن بطوطة was a Moroccan Muslim scholar and traveler. ابن بطوطة هو إنسان مروقي يسافر. ابن بطوطة خي تعرفوا بلي موسى يسافر بزاف مكان إلى مكان. he's known for his traveling called the رحلة، يعرف بسفره الذي يسمى رحلة ابن بطوطة. his journeys هي سفره ولا رحلاته lasted for a period of almost 30 years. دامت رحلته التي كان يدور بها في العالم 30 سنة. Okay, 30 years. Ibn Battuta was born in Tanja, Morocco on February 24th, 1304 CE. His family was Berber origin. قبائلية المنشأ عائلته. After receiving an education in Islamic law, بعد دراسة القانون الإسلامي, he chose to travel. اختار أن يسافر. He left his house on June 13, 25 on حج pilgrimage اللي هو الحج to مكة. بدأها بالحج. But he did not come back to Morocco for at least 30 years. لم يعود إلى المغرب في 30 سنة. His journey was mostly by land to reduce the risk of being attacked. كان يسافر في الأرض بهم يطاك وحش. he usually chose to join caravans. caravans هما القافلات. كان يختار أن يسافر مع القافلات في رحلة كما نقوله برية. اختار الرحلات البرية. this man sailed هي أبحر down the Red Sea البحر الأحمر to مكة إلى مكة. he crossed the huge Arabian desert قطع الصحراء الكبيرة and traveled to Iraq and Iran وراح العراق وإيران. in 1330 he traveled to Aden and later to Tanzania إلى تنزانيا. in 1332 he decided to go to India راح إنديا where he got the job of judge هو استغفر الله العظيم احلى الكلمه بالعربي. الجاج هي قاضي. استغفر الله يا ربي. for a period of 8 years and then left for China. in 1332 he went south ذهب الى الجنوب. crossed the Sahara desert and visited the African kingdom of Mali. قطع الصحراء وذهب الى مالي يعني دول البلاصه اللي زارهم. Finally, he returned home 1355 when he was appointed a judge in Morocco and he died 13 years later. ولا المغرب وخدم كقاضي ومات بعدها ب 13 سنة. نبدأ على بركة الله في حل الموضوع. A caravan, شرح لكم بالكارافان شوية. A group of people who travel together by animals. كارافان هي مجموعة من الناس اللي يختاروا نوع من الحيوانات يسافروا فيه، مثلا الجمال يركبوا كم جمال، الأحصنة أو الحمير أذكركم الله، ويسافرون مع بعض. Reading comprehension 7 points. Read the text and then answer the following question. يجب على الأسئلة. What do underlined words to the text refer to? And he or where? دائما احنا هي تولي على شخص، لذلك he left his home. هنا نشوفوا الهي هذا شكون هو الذي غادر منزله. Berber after receiving education Islamic كان ما كانش. اذا family. اذا هي ابن بطوطة. احنا اصلا حكاية كام تحضر على ابن بطوطة. اذا الهي هي ابن بطوطة. دوكا عندكم وير من تولي وير نجي تولي على المكان. اذا انا راح نبحث على مكان في الجمله تاعي. this man sailed قلنا ابحر down the Red Sea to مكه. he crossed the huge Arabian desert قطعا الصحراء العربيه الكبيره and traveled to Iraq and Iran. he traveled later to Tanzania. he decided to travel to India. where India where then in India. did ابن بطوطه used to travel alone.
هل كان يسافر لوحده؟ احنا واش قلنا هنايا؟ لا يسافر وحده. الاجابه no he didn't. he didn't بزاف ما سكتاش الهضره. كان قال لك علاه. he used to travel with caravan. ما كان تحبوا تجاوبوا تكملوا الاجابه. he used to travel in caravans. which job did he get in india؟ ماذا قد ماذا عمل في انديا؟ هو سافر. where he got the job of a judge. judge هي قاضي. اوكي عندنا حنايا هنايا ايفنت الاحداث وعندنا ديت واش صرا. ايفنت هما الاحداث. الاحداث 13 4 was born. ولد. date of birth. He chose to travel. He left his house on June. He left Hajj. راح للحج. حج كتبت حاجة. What is this? Pilgrimage. In 1332 he decided to go to India. Okay, هنا ما عندناش الليل. هذه 1368 لازم نحسبه منا. وش صار له؟ 13 years نزيدو لها 13 years قدها 3 8 6 إذا date of death مات. date of death هذه الإجابة. الآن وش عندنا؟ عندنا trip synonym تاعها sending return small. trip هي رحلة ماشي بالعربية تحسبوها تكتبوها بالإنجليزية اللي هي شرح تاعكم قبيلة هي journey. اوكي عندنا سندن بعثة. سندن سينونيم نونتونيم. سندن يبعث. عندنا هنايا ريسيفن. ريتيرن يعود. كم باك هذه سهلة. small huge small huge huge desert هي مكتوبة هنايا الصحراء الكبيرة. هي ها اوكي write the form verb between brackets. write the correct form. عندنا correct form احنا درنا الدرس او في المراجعة اللي حبي عاود يراجع يراجع. عندنا كي نقولوا while هما عندنا past continuous. while الزهراوي to operate on patient. The student to watch him. عندما كان الزهراوي يعمل عملية التلميذ كان ينظر إليه. إذا مش نقوله why الزهراوي was operating فقط اللي يخلصوا بالأ هذه تحذف ونحطوا ing في اللي verb يخلصوا بالأ. his students were students جم نديرو were watching. كرر ما كش فاهم الدرس يعاود يرجع للمراجعة اللي في الفيديو اللي قبل هذا. الزهراوي to be born was born ولد. and he died مات فقط يعني past simple. المقطع الثاني complete the following sentence using the relative who which. أيضا درس مشروع في الدراس اللي حبي يعاود يرجع يرجع. احنا هو which نستعملهم بهني فيديو لاقي بيتيسيا هو استعملها الإنسان which للشيء. ابن بطوطة went to Egypt in 1362. ابن بطوطة met many scholars there. نكسبو احنا احنا وش عندنا معاود هذا وهذا وحنا الهو لازم تجي حدا اللي معاود. دونك واش نكتب؟ ابن بطوطة who went to Egypt. اوكي نحطو هذه مات many scholars there تكملها كيما راهي.
اوكي شو هنا ديروا فاصلة فقط. After Ramadan he joined a caravan it was going to Medina. بعد رمضان انضم الى قافلة كانت ذاهبة الى المدينة. نكتبو after Ramadan نكتبوها باش ما نعاودش باش ما نطولش الفيديو. he joined معناتها رافقة ولا انضم a caravan. مادام كارافان هنايا اللي معاود حداها ما تجي تقلقنيش كارافان هي قافلة اذا راح نستعمل which was going نكتب باقي الجملة. ابن خلدون was a great scholar he invented modern sociology. كيف كيف ابن خلدون وهي نكتبو ابن خلدون who was تكتبوها هذه تحطاني كتبتها باش نحيوها a scholar a great scholar invented ونكمل الجملة الباقية تاعي. عندنا T و D و E D باش تعرفوا عندنا كي تعود الكلمة تاعي تخلص بالT و D وراهم E D راهم تنطق E D اوكي. وهنا عندي تنطق كتاك تعود عندي P و K و C H و X و S تنطق T. عندي crossed traveled انا عطيتكم غير هادو بهادو نورمال دي تكون باقيه يكونوا دي visited قلنا كيعودوا دي في زي زيد returned دي returned اوكي اوكي. هنايا ما عندناش نكتبوا على شخصيه عندنا اسئله نطرحوهم على اسم شخصية. one was ابن خلدون born قولوا ابن خلدون دون was born in 1333 in Tunisia. Where was he born? He was born in وين بلاصة؟ آه أنا كتبتها هنا هي تكتب هنا تونيزيا لأنه هنا يا وير ما أين تونيزيا. Was he a physician? No he wasn't. كان sociologist. No he wasn't. هل كان physician? He wasn't. What was his occupation then? ما كانت عمله? He was. نكتب مجدو historian, a sociologist. Historian and sociologist. Okay. What did he do in 1333? المقدمة هي هو هنا يو كتب لازم نجيبو الverb ماذا فعل؟ He wrote وش كتب؟ He wrote المقدمة. Did he die in 13? Yes. Ah no. مات في الآخر. No. He died in Egypt. حنا صلحو غير لي غلطة وما قالكتو نجي هو مات في Egypt. هذا كان النص بكل بساطة ماهوش حاجة صعيبة بزاف. يقدر يعطيكم معلومات هادو تكتبوا بهم. هنا عطاكم أسئلة وأجوبة. أنا نعطيكم في المراجعة كيف تكتبوا على الشخصية حاجة سهلة ما هي صعبة. شكرا للمتابعة إلى اللقاء. نحن لكم فيديو تاني فيه نص خلاف ويكون نص هذا فيه أننا نكتبوا على شخصية. تابعوني إلى اللقاء.